اعلانات فيو 3 المنتجه بالذكاء الاصطناعي بقت منتشره جدا الفتره اللي فاتت، كلها اتعملت باستخدام طريقه جديده في كتابه البرومبتات اسمها جاسون برومبتنج، وبصراحه ممكن تعمل بيها حاجات جامده جدا. في الفيديو ده انا هشرح لك بالظبط ازاي تعمل كده. الموضوع بدا لما شخص بدا ينزل فيديوهات فتح صناديق ايكيا، ولكن انت مش مضطر تلتزم بنفس ستايل ايكيا، ممكن تعمل ماركات تانية او انماط مختلفة او حتى شخصيات كرتونية. في الفيديو ده هوريك ازاي تعمل ده بنفسك، وهديك البرومبتات اللي انت محتاجها وهنعمل امثلة سوا. بس قبل ما نبدأ عايز اوضح حاجة، في ناس فاكرة ان جاسون برومبتنج دي زي تعويذة سحرية بتخلي الفيديوهات تطلع خرافية، الحقيقة لا، هي بس طريقة منظمة لكتابة المحتوى اللي انت عايز تنتجه، وممكن تستغنى عنها لو مش حابب تستخدمها. من وجهة نظري الطريقة دي ممتازة للفيديوهات دي. على اي حال انا هشارك معاك البرومبت جاسون اللي انا استخدمته عشان اعمل فيديوهات اعلانيه، والفيديو ده هيفيد الناس اللي لسه بتتعلم والناس اللي عندها خبره وبتعمل شغل فعلا وعاوزه تقدم خدمات احسن. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل الجرس ودوس لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو. الفيديوهات اللي انت شفتها في الاول دي تم انشائها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وده الوصف اللي تم كتابته لانشاء الفيديوهات دي اللي احنا قلنا عليه اسمه جاسون برومبتنج. هتبص هنا طبعا البرومبت، هتحس ان البرومبت غريب جدا، في اقواس مقفوله واقواس مفتوحه وفي علامات كتيره جدا وتفاصيل كتيره قوي. اللي هشوف الموضوع هيقول الموضوع صعب ومعقد، ولكن على فكره هو الموضوع عادي جدا. كل الحكايه ان اللي كتب البرومبت كاتبه بالتفاصيل الممله علشان يقدر يطلع الفيديوهات بشكل احترافي. يعني انت ممكن تلتزم بالشكل ده او لا. الموضوع ببساطه ان هو بدا في الوصف بتاع البرومبت، ان هو يوصف الاحداث بتاعه الفيديو هتبدا ازاي وهيحصل فيها ايه والتفاصيل دي كلها، وبناء عليه بدا يكتب الستايل وحركه الكاميرا واللايتنج والاضاءه والروم هتكون عاملة ازاي. وبعد التفاصيل كتير 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 موجودة في الفيديو بدأت ان هو يكتبها لنا بالشكل ده، كل التفاصيل مكتوبة لحد ما وصل كمان ان هو في موشن في المكان الفلاني او الحاجة الفلانية، في النهايات في حاجات فلانية، في مفيش نصوص، مفيش الكيوردز، مفيش 16 ل9 ده البعد الخاص بالفيديو، كل البوب مارت، حاجات كتير انكتبت علشان يتعمل الفيديو بتاعنا، وفي الاخر قفل الكوز بالشكل ده. انا هسيب لك رابط البرومتس دي كلها في وصف الفيديو، بحيث لو انت عايز تستخدم نفس البرومتس او لو انت عايز تعدل عليها وتعمل الوصف الخاص بيك، ان انت ممكن تاخد الوصف ده وتضيفه لتشات جي بي تي وتقول له اعمل لي نفس الوصف ولكن لمنتج تاني باسامي تانية، بحيث ان انت تعمل الفيديوهات اللي انت عايز. اكتر من برومت موجود وتقدر ان انت تعمل بيهم حاجات كويسه جدا. طيب السؤال دلوقتي ازاي بقى ان احنا هنعمل الفيديوهات دي؟ بصراحه افضل موقع ممكن تستخدمه في ان انت تعمل الفيديوهات دي او افضل موديل هو الفيو 3. طبعا في اكتر من طريقه نقدر نستخدم منها فيو 3، وانا كنت عامل اكتر من فيديو شرحت فيه طريقه التسجيل في فيو 3، يمكن اخر فيديو كنت شرحته عن فيو 3 ممكن يكون متاح ان انت تستخدمه. لكن لو انت كنت اشتركت في فيو 3 اشتراك سنه مجانا، فانت كل اللي انت محتاجه تدخل على جوجل هتكتب جيميناي في البحث، وبعد كده تضغط على جيميناي هحولك على الصفحه دي. في الاشتراك البرو بيظهر لك ان انت تقدر تعمل فيديوهات، فمجرد ما يفتح هيجي هنا كلمه فيديو، وهيجي هنا يقول لك اكتب الوصف الخاص بيك او ضيف الصوره الخاصه بيك. انا هرجع طبعا هنا وهجيب هنا البرومتس اللي موجوده دي، وتعالى كده نجرب برومتس من اللي موجوده ديت، نشوف كده اي برومت هيطلع معانا ازاي. تعالى كده نجرب مثلا الوصف ده، هاخد انا مثلا كده الوصف ده او البرومت ده كله من اوله لاخره، اضغط عليه كليك يمين كوبي، وهرجع تاني لجيمناي وهضيف له الوصف بتاع البرومت بالشكل ده، وبعد كده اضغط على ارسال. هيبدا دلوقتي ان هو ينفذ لي الفيديو بتاعي ويطلع معايا بالشكل. تعالى بقى نشوف الفيديو بعد ما خلص هنشغله بالشكل ده. بصراحه النتيجه جامده جدا، وطبعا هنا زي ما احنا شايفين هو عمل الحركه يمكن بنفس التفاصيل اللي كانت موجوده في البرومت. طبعا في ناس ممكن تعمل الموضوع باحترافيه اكتر، ان هو ممكن اصلا يكون مجهز صوره مثلا لصندوق زي ده ويكون مكتوب عليه منتج ويضيف الصوره هنا ومع نفس البرومت، فبالتالي تطلع المنتج بتاعك الخاص بيك ويطلع معاك بالشكل ده. طب تعالى كده نجرب برومت تاني، نروح مثلا هنا نجيب برومت، هنيجي هنا مثلا ناخد البرومت زي ده كوبي ونروح نضيفه للموقع ونشوف هيطلع لنا الفيديو ازاي. تعال نشوف الفيديو. بصراحة الفيديو جميل جدا، وردة وفجأة طلع منها المنتج البرفيوم الجميل جدا، مكتوب عليه اسمه وتفاصيل، كل ده طبعا كان مكتوب في البرومت. ناس كتير هتقدر تستفيد من الموضوع ده في عمل
اعلانات لمنتجات بشكل احترافي. انا بس عايز اقول لك حاجه، لو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فيا ريت لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لي لايك للفيديو لو ما عملتش وتكتب لي كومنت حلو كده وترجع تكمل الفيديو. تعالوا نرجع تاني للبرومتس اللي عندنا. في برومتس هنا خاص بتليفون سامسونج بيتعمل له انبوكسنج، يعني فتح العلبه بتاعته، بس احنا عايزين نغير التفاصيل بتاعته ونعمل حاجه تانية، يعني ممكن نعدل على التفاصيل دي. طب ما تيجي كده نتسلى على البرومت ده وهو بالمره اعرفك ازاي ممكن تتعامل مع البرومت بشكل احترافي خصوصا للناس اللي لسه مبتدئه. انا هاخد البرومت ده كده وانا مش فاهم فيه حاجه خالص، اهو كوبي وهروح لموقع اسمه تشات جي بي تي. ادخل على جوجل اكتب تشات جي بي تي. لو انت اول مره تستخدم تشات جي بي تي، فتشات جي بي تي ده عباره عن شات بوت بتقدر ان انت تدخل عليه بحساب جوجل الخاص بيك عادي جدا وبتتكلم معاه، عايز تساله سؤال، عايزه يترجم لك حاجه، عايزه يحلل لك حاجه، يرسم لك صوره، اي حاجه. فانا هاجي هنا للتشات جي بي تي وهضيف له البرومت بتاعي. اول حاجه هضيف له البرومت بتاعي هقول له ايه؟ هقول له حلل لي مثلا البرومت، وهروح جاي كده بعد ما اعمل ده افتح علامه تنصيص واضغط بيست اجيب البرومت اللي انا عايزه ده. اهو انا لسه بتعامل عادي جدا مع البرومت، مش فاهم في حاجه. هيبدا يقول لك الفكره العامه ان هو عرض درامي وسينمائي لتدشين منتج جديد من سامسونج، الوصف العام بتاعه كذا والتحول بتاعه كذا وتطور كذا والاسلوب والستايل والكاميرا واللايتنج والروم والحاجات. تعالى كده نقول ان انا زيرو في التعامل مع البرومت، فهاجي هنا هقول له انا عاوز اعمل منتج تاني بدل الموبايل. شوف احنا بنتكلم على الهادي خالص اهو، تعال نشوف هيقول له ايه. هيبدا يقول لك انت لو هتبدل الموبايل بمنتج تاني محتاجين نختار منتج يكون ليه هيبه تكنولوجيه برضه. فبدا يديك بعض الامثله، قال لك مثلا ايه، لابتوب جديد، سماعات لاسلكيه، ساعات ذكيه، نظاره واقع افتراضي. طب حلو، تعالى نختار حاجه منهم. انا هاجي هنا اقول له ايه، اعمل لي منتج نظاره واقع افتراضي، ماشي؟ او بمعنى اصح هكتب له بين قوسين اهو، اكتب لي برومت اهو لمنتج نظاره واقع افتراضي. حلو الكلام، واضغط على ارسال. شوف بقى هيبدا يعمل ايه. المفروض ان هو هيظبط لي البرومت بنفس الاسلوب اللي احنا ضفناه له في الاول اهو. شوف بدا يكتب كل حاجه زي الفي ار والكلام ده كله. وده دايما بقول للناس اللي بتستخدم تشات جي بي تي، الناس دايما تقول لك تشات جي بي تي مش بيرد علينا بمعلومات كويسه، معلومات ناقصه. تشات جي بي تي ده لو هنقول ان هو حلال مشاكل، انت راجل رايح لراجل يحل لك مشكله، فهتيجي للراجل هتقول له لو سمحت انا عايزك تحل لي المشكله، هتسكت وتستناه يحلها لك ولا المفروض تحكي له؟ فدايما الشات بوت بيحب ان انت تدي له معلومات، بنسميها بريف، ادي له معطيات هيبسطك بجد. فهنا لما انا اديته معطيات وبعد كده حلل لي وقلت له اعمل كذا وقلت له طب اعمل لي كذا، ظبطت هنا البرومت بالشكل ده. طيب هاجي هنا هاخد الكلام اللي اتعمل ده كوبي، وتعالى كده نجرب نعمله ايه فيديو. هنروح تاني هنا اهو الجيميناي وهنضيف الكلام بتاعنا البرومت الجديد بالتصميم الجديد ونضغط على ارسال. تعال نشوف هيعمل لنا الفيديو ازاي. احنا لسه البرومت ده طازه ما اتعملش قبل كده، تعال نشوف هيتعمل ازاي. تعالى بقى نشوف نتيجه الفيديو. طبعا انا هسيب الراي لكم، بصراحه الفيديو جامد جدا. هيبقى احسن طبعا لو احنا مثلا عملنا لوجو خاص بالمنتج ده، بحيث ان هو لو منتج حقيقي هيكون الاعلان جامد جدا. فانت دلوقتي عندك فرصه ان انت تجرب بقى اللي انت عايزه وتحط البرومت وتعدل عليه وتخليه يعمل المنتج اللي انت عايزه بنفس الطريقه، سواء بشكل مباشر او انك هتعدله على تشات جي بي تي. بالمناسبه انت عشان تحمل الفيديو ده بتضغط هنا على الثلاث نقط دول، هتطلع هنا هتلاحظ ان في هنا علامه الداونلود، اضغط عليها هتحمل الفيديو. تقدر تحمل كل الفيديوهات اللي انت عملتها بالشكل ده وبس كده. وصلت معاك لنهايه فيديو النهارده، شرحت لك ازاي ان انت تعمل فيديوهات اعلانات باستخدام فيو 3 وفهمتك البرومت او كتابه البرومت بطريقه جاستن برومبتنج. اتمنى لو انت وصلت لنهايه الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه تشترك وتفعل الجرس وتدوس لايك وتسيب لي رايك في تعليق. وفي النهايه السلام عليكم.